وانا طالع من سوق نان فانتاسا، سوق الالكترونيات في جوانزو، لقيت حديقة جميلة جدا، فيها الوان وفيها اشكال وفيها يعني كل الجمال كله. فجيت على البوابة فلقيتها مفتوحة، مفيش تذاكر ولا في اي حاجة، دخول مجانا. فاستغربت فقلت ادخل، فشفت الجمال فعلا. الناس دي شعب عظيم، الصينيين بيشتغلوا بجد وبينبسطوا بجد. لقيت الناس الكبار، العواجيز اللي احنا بنقول عليهم عواجيز، بس احنا العواجيز مش هم. لقيتهم بيستمتعوا بالحياة وبيمشوا وبيرقصوا وعمالين يبصولي على شكل مختلف. وماشي بكاميرا وبصور ده بيعمل ايه ده؟ لان المفترض يعني ده الطبيعي بتاعهم، فاي حد بيبص على الطبيعي بتاعهم بيستغربوه. كل مبسوط، الاطفال الصغيرين الكبار العواجيز، كله مبسوط وكله عمال يستمتع بالهواء وبالطبيعة وبالألوان، الجمال اللي حواليهم. يعني بيتأملوا كل حاجة جميلة فيه، وأنا انبهرت بصراحة من المناظر والألوان، تناسق الألوان. انبهرت من الورود وألوانها وجمالها وتناسقها، تناغم الألوان مع بعضيها، شيء في منتهى الجمال، سبحان الله. نافورة جميلة، المية والخضرة والزرع، حاجات صراحة يعني أنا الواحد يشوفها يعجز عن الكلام، يعني ما يقدرش يقول غير سبحان الله. شايفين سن الناس اللي قدامي؟ شايفين الجمال؟ ادي واحد بيرقص مع ايا كان، مع واحدة بس. يعني احنا عندنا نتكسف نعمل حاجة زي كده، يعني نقول لا يا عم انا كبير وما ينفعش اعمل حاجة كده يعني. بس هم مبسوطين ومحدش يعني بينتقد، كل واحد بيعمل اللي عايز يعمله. ادي كمان 2 ستات بيرقصوا مع بعض، وادي اعمار مختلفة، واحد وواحد بيرقصوا مع بعض. حاجة جميلة جدا بصراحة. يعني الراجل ده كان دمه خفيف جدا، فحبيت ان انا اصوره لان هو كمان كان بيبصني. شعب لطيف وعجيب جدا. كده عندنا في مصر في السن ده يقول لك انا ايه اللي يخليني اطلع ولا اروح ولا اجي، انا تعبان انا عايز اقعد في البيت ارتاح. يا جماعه الحياه حلوه، اطلعوا واخرجوا وروحوا، شوفوا الطبيعه وشوفوا الجمال اللي ربنا اداهولنا. دي طبعا كان في فرقه بتعمل استعراضات، ووقفنا نتفرج لغايه ما خلصوا، ونزلت الفرقه عشان تتصور مع الناس. كان يعني الناس كلها مستمتعة بالعرض.
الفريق نزل فعلا اللي هو كان بيعمل العرض نزل عشان يبدأ يجمع نفسه بيقفوا على شكل معين وبيجي يتصوروا مع كل الموجودين طبعا ببلاش مفيش حد بياخد مقابل مادي على كده وفوجئت ان هم صمموا ان انا اتصور معاهم لاني شكلي بالنسبه لهم غريب ففوجئت ان هم طلبوا مني ان انا اتصور معاهم وقفت استنى لان كان في ناس قبليه وقلت يعني لازم احترم الدور واحترم الناس اللي واقفه برغم اصرارهم ان هم يعني اخش الاول لكن الناس دي بتعلمنا النظام زي ما انتم شايفين هم بدأوا يترصوا عشان الناس تبتدي تصور او تتصور معاهم وانتهى الفيديو بالصورة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. اشكركم لحسن الاستماع. السلام عليكم.